الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. درسنا لهذه الحصة بعنوان اسم الآله. سنتناول هذا الدرس من خلال هذه العناصر. العنصر الأول تعريف اسم الآله، أما المحور الثاني سنتعرف فيه على أوزان اسم الآلة، وأخيرا تطبيق كتابي على الدرس. نبدأ بسم الله تعالى. إذا قبل أن نعرف باسم الآلة، لاحظوا هذه الأمثلة. المثال الأول: يقطع الفلاح بالمنشار الأخشاب. أما المثال الثاني: يعمل البستاني في الحديقة مستعينا بالمشذب. المثال الآخر: يستعين المزارع بالمدرات. المثال الأخير: المحرات أداة هامة في عملية الحرد. إذا لاحظنا في هذه الجمل أنها اشتملت على أسماء آلة. إذن الآن سنعرف اسم الآلة. لنلاحظ مرة أخرى هذا المثال: يقطع الفلاح بالمنشار الأخشاب. إذن هذه الجملة اشتملت على الكلمة الملونة وهي كلمة المنشار. إذن نجد هذه الكلمة بأنها اسم مشتق، مشتق من الفعل نشر، ويدل على تلك الآلة التي يتم بها الفعل. المثال الآخر: يعمل البستاني في الحديقة مستعينا بالمشذب. إذن الكلمة الملونة هي كلمة المشذب، وهي اسم آلة مشتق من الفعل شذب، وأيضا تدل على تلك الآلة التي تم ويتم بها الفعل. إذا من خلال هذين المثالين نستنتج أن اسم الآلة هو اسم مشتق، يعني اسم مشتق من الفعل، ويدل على تلك الآلة التي يحصل بها الفعل. لننتقل الآن إلى المحور الآخر، وهو أوزان اسم الآلة. لدينا جدول، هذا الجدول يتضمن اسم الآلة مع وزن اسم الآلة، وأيضا نوع اسم الآلة مع بيان هذا الفعل الذي اشتق منه اسم الآلة ونوع هذا الفعل. لدينا كلمة محرات أتت على وزن مفعال. أما الأنواع أو النوع سنتعرف عليه في الأخير. إذن الفعل الذي اشتق من اسم الآلة هو الفعل حرث، ونجد بأن هذا الفعل هو فعل ثلاثي متعد. اسم الآلة الآخر مقص، جاءت على وزن مفعل وأتت من الفعل قص. أما نوع الفعل فهو فعل ثلاثي متعدي أيضا. اسم الآلة الآخر هو كلمة مطرقة، فأتت على وزن مفعلة. أما الفعل الذي اشتق منه فهو الفعل طرق. أما نوع الفعل فجاء أيضا فعلا ثلاثيا متعديا. مثال آخر وهو اسم الآلة غسالة، فأتى على وزن فعالة. أما الفعل الذي اشتق منه فالفعل غسل، ونجد بأن الفعل أيضا جاء فعلا ثلاثيا متعديا. وزن آخر أو اسم آخر وهو مزمار، فأتت على وزن مفعال. أما الفعل فالفعل زمر، وأتى فعلا رباعيا لازما. إذا نجد بأن هذه الأسماء أسماء الآلة
أتت على هذه الأوزان الأربعة: مفعل، مفعل، مفعلة، وفعالة. إذن نسمي هذه الأوزان أوزانا قياسية. لدينا سؤال آخر وهو فأس، فوزنه أو صيغته فعل. سكين على وزن فعيل، رمح على وزن فعل. إذا نجد بأن هذه الأسماء الثلاثة، اسم الآلة أو أسماء الآلة، هي أسماء جامدة، يعني أنها أسماء غير مشتقة، لا يمكن أن نشتق منها الفعل، وبالتالي فهي أسماء جامدة. وكل وزن أن أتى على غير الأوزان الأربعة السابقة فيكون وزنا سماعيا. إذا من خلال هذا الجدول نستنتج أن اسم الآلة تصاغ قياسيا على أربعة أوزان: الوزن الأول مفعال، الوزن الثاني مفعل، أما الوزن الثالث فمفعلة، والوزن الأخير الوزن الرابع فعالة. إذا تصاغ هذه الأوزان الأربعة من كل فعل ثلاثي متصرف لازم أو متعد. المثال على ذلك مثلا محراد، فنجده مشتقا من الفعل حرد. اسم الآلة مبرد، نجده مشتقا من الفعل برد. أما مطرقة فمن الفعل طرق، وغسالة من الفعل غسل. أيضا نجد بأن هذه الأوزان اسم الآلة توزن قياسيا من كل أيضا من كل فعل رباعي متصرف لازم. المثال على ذلك كما رأيناه سابقا في الجدول: الفعل زمر، فنقول مزمار. أيضا تأتي هذه الأوزان الأربعة من الاسم الجامد أو من الأسماء الجامدة، والمثال على ذلك محبرة، فنجدها مشتقة من الاسم حبر، ومقلمة نجدها مشتقة من الفعل قلب. أما اسم الآلة الآخر أو أن اسم الآلة يصاغ سماعيا من غير هذه الأوزان الأربعة، إذا يصاغ اسم الآلة سماعا على غير الأوزان السابقة الأربعة، فتستعمل هذه الأوزان في الكلام ولا يقاس عليها. والمثال على ذلك سيف، سكين، رمح، إلى غير ذلك. ننتقل إلى المحور الأخير وهو عبارة عن تطبيق كتابي. فالمرجو من التلاميذ والتلميذات إيقاف المقطع أو إيقاف الفيديو حتى تستطيع الإجابة على هذه التمارين التطبيقية. ونرجع الآن إلى الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: صغ اسم الآلة من الأفعال التالية. لدينا الفعل نظر، الفعل برد، الفعل الثالث نشر، والفعل نجر. إذن فاسم الآلة من الفعل نظر طبعا هو فعل ثنائي، فاسم الآلة منه منظار على وزن مفعال. الفعل برد، فاسم الآلة من الفعل هذا هو مبرد. أما الفعل نشر فاسم الآلة منه منشار، والفعل الأخير فعل نجر اسم الآلة الخاص به هو منجرة. السؤال الموالي: بين نوع اسم الآلة فيما يلي. تعرفنا سابقا بأن اسم الآلة يصاغ على وزنين أو على نوعين أو قسمين، إما قياسيا أو سماعيا.
إذن لدينا مجموعة من أسماء الآلة. اسم الآلة الأول مضرب، مكنسة، إبرة، سهم. إذن مضرب على وزن مفعل، وطبعا اسم الآلة هذا هو قياسي. أما مكنسة فاسم الآلة طبعا هو مكنسة، وأتى قياسيا أيضا. أما إبرة وهو اسم سماعي، أما سهم فسماعي أيضا. السؤال الأخير، أعرب أو أعرب الجملة التالية إعرابا تاما. الجملة تقول: كنس الخادم الأرض بالمكنسة. إذا هذا الفعل هو فعل طبعا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. أما الخادم فأتت فاعلا مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره. أما كلمة الأرض أو كلمة الأرض فأتت مفعولا به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبالمكنسة الفاء حرف ضر. أما المكنسة فاسم مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. إلى هنا ننهي حصتنا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء في حصة مقبلة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.